تفضل. بارك الله فيك. السؤال الثاني، شخص مسافر ومر بآية فيها سجود تلاوة، ماذا يفعل في هذا الحال؟ بارك الله فيك. إذا كان يقدر على السجود على الأرض فإنه يستحب له ذلك، سجود التلاوة مستحب وليس واجبا، فإذا استطاع أن يسجد على الأرض فإنه يستحب له ذلك، وإن كان لا يستطيع إلا بالإيماء فإنه يسجد بالإيماء. نعم.